الفنان الكبير سليم السعدي، ممكن بطاقة تعريفية؟ الفنان سليم السعدي من الناصرة. اليوم نعرض لوحاتنا في مركز الفنون الثقافي لوبوس، جسر الثقافة للشعوب، مع نخبة من الفنانين المميزين. لوحات تحاكي تراثنا الشعبي، مضمونه يعني مبين من علامات اللوحات الموجودة عندنا معروضة، تحكي عن حضارة شعبنا، تراثه القبلي والبنية التحتية لشعبنا، من خيل، من عمار، من بحار، من جميع الأشياء الأمور الموجودة. وأنا من منطلق إنه إحنا ندعم الفن اللي حاكي تراثنا وبلدنا وقرانا ومدننا. سليم السعدي كمبادر وتجمع حولك الفنانين والفنانات في معارض، شاركنا في معرض من الجليل إلى القدس وشاركنا في معارض أخرى، يعني كيف جت هاي المبادرة إنك تجمع الفنانين والفنانات؟ المبادرة بدأت من خلال لقائنا مع الفنانين اللي هن عشقن لبلدهن وتراثهن وقراهن، حبوا إنه ينضموا للفكرة اللي أنا انطلق فيها، إنه نجسد أماكن تاريخية لبلدنا وتراثنا حتى نثبت وجودنا بهاي الأرض اللي إحنا عايشين فيها، وإنها إلى حضارة وإلى تاريخ اللي الغير بيحاول إنه يمحى هذا التاريخ من خلال اللوحات. إحنا من عاداتنا وتقاليدنا البداوة، الفلاح في القرية والشخص اللي هو في المدني في المدينة. طبعا سعينا هو تحقيق هدف واحد، تواصل الفنانين مع بعض البعض لو بعد المسافات قريبة بين الفنان والآخر، يكون عن حب تأخي وتعاطي دائم بين الفن والفنانين. العوائق التي واجهت الفنان سليم السعدي؟ طبعا هناك فئات لا ترغب بهذه المواضيع والمشاركة، نحن نقف أمام هذه المواجهات من خلال أعمالنا الفنية، ونقول إحنا بالفن نرتقي ونعلو ونسمو، ونقدم لجمهورنا وشعبنا ندعمه ونعطيه أفضل ما يمكن من لوحات مميزة، من ثقافة ومن علم وأخلاق ولباقة وأدب. رسالة الفن؟ رسالة الفن هي رسالة مبنية على، رغم أنها هي من ألوان وريشة ولوحة، بس هي مبنية على أساس اجتماعيات بالأول والدرجة الأولى، تلاقي الفنانين مع بعض البعض، وهذا بيجعل التواصل هذا أنه يتقدموا أكثر في المجتمعات تبعتهم ويطوروا إمكانياتهم للأفضل. رسالة الفنان سليم السعدي عبر موقع كنوزنا. رسالتي إنه برسل رسالة كل فنان يرغب بإنه يتواصل مع الرابطة ويعطي ما عنده لخدمة شعبه، إحنا بنرحب فيه، أهلا وسهلا فيه دائما، وإن شاء الله إنه يستجيبوا للدعوة. باسم أسرة موقع كنوزنت نشكر الفنان سليم السعدي.